بدليل انها نجحت، بدليل ان طب هو ما انت اعترضوا على اغنيتك ونجحت. طب ماشي، ما هو اي حاجه تنجح بيبقى لها فصيلين، واحد يقول حلوه والتاني يقول وحشه. اعداء النجاح؟ لا، دول موجودين في كل حاجه، في شغلتنا وفي كل حاجه في الحياه موجودين. كنت موجود وبتغني الاغنيه دي ونجحت في وجود الاستاذ احمد عدويه طبعاً. وهو كان نجم الاغنيه الشعبيه طبعاً. وقتها علاقتك ايه بعدويه؟ صديقي واخويا الكبير وزميلي واستاذ وقد الدنيا كلها. كان بينصحك؟ وعلامه. لا، هو على المستوى الشخصي صاحبي جدا جدا، وبرده انا من عشاقه وهو من عشائي، يعني مش يعني انا يعني الراجل انا بحبه قوي. انت جيت بعديه، وجيت يعني بعديه. ما كانش بيقول لك مثلا لا، اصل يعني كل واحد له اتجاه. انت ما كنتش بتغني زيه، بس برضه كنتوا انتوا الاثنين بتصنفوا مغنيين شعبيين. تمام. وكان في توقيت الاستاذ احمد عدويه ما حدش يعني هز الكرسي بتاعه، او بدات الجرايد تكتب والمجلات ان احمد عدويه بدا يعيد حساباته بعد ظهور حمدي باتشا، مع ان هو نجم لغايه دلوقتي وقد الدنيا كلها، انما ما كانش في حد عارف لانه مطرب جامد جدا ومطرب شعبي ساب علامه جامده جدا. استاذ حمدي، بعد النجاح الاساتوك كان في اغاني، يعني في مطربين كتير كانوا مثلا يعمل اغنيه جامده تنجح نجاح فظيع، تمام، بعد كده ما نشوفوش. تمام. استمراريتك جت ازاي؟ ده بيبقى وليد صدفه. لا، انا في كل مره يعني بعد شريط الاساتوك عملت شريط انا اسمه نوت خلاصه ومية مية، شريط تاني نجحت، لان ما كانش ينفع اكرر نفسي. تستند لنجاح اغنيتك الاولانيه الاساتوك؟ لا، في الشريط الاولاني. تاني شريط اسمه نوت خلاصه نجحت مع الناس جدا، وعملت عليها اعلان لسلعه كويس لمسحوق الغسيل. لمسحوق الغسيل، انا جايه بس جايه في موضوع مسحوق الغسيل ده. فنجح مع الناس. فهو الاختيار اولا هي سنس في الاول وفي الاخر، والاحساس ان الموضوع ممكن اصدقه الاول واحس الموضوع واستطعم الموضوع في ودني، يعني ككلمه وكلحن صدقته وحبيت الموضوع، تفاعلت معاه، هقوله هغنيه كويس قوي. ما تفاعلتش معاه وحسيت ان الموضوع لا، ما جاملش حد. الاغاني بتاعتك كانت بتتقال في افلام، وبعض هذه الافلام شاركت فيها. تمام. عشان نفتح موضوع الافلام، عايزه اتكلم في كام اغنيه كنا بنتكلم فيهم وكانوا بتوعك اصلا. أيوة. وتشهروا بمطربين تانيين. زي اغنيه ايه اللي بيحصل. أيوة. لحكيم. حكيم. وكان في اغنيه تانيه اعتقد حرمنا من انسك ليه، اللي كان غناها جورج وسوف. الاغنيتين دول اتشهر بيهم حكيم وجورج وسوف. تمام. وناس قليلة قوي تعرف ان حمدي باتشان هو اصلا اول واحد كان بيغني. تمام. مع ان غنيتهم في افلام. تمام. ونزلوا في شرايط بره، لان كان في وقتها المدير الرقابي على المصنفات حمدي سرور لما قدمت الاغاني دي رفضها. تمام. فسجلتها وبعت الشرايط بره. قال لي مش هتنزل في مصر طول ما انا موجود. ليه؟ هو من غير ليه؟ ليه؟ هو كده. ما انا لو اعرف اقول هو كده. فقلت له خلاص انا بتاع الناس ومش هخلص، وكلها باشا كراسي موسيقيه، يعني مش هت يعني انا مش هخلص عند الناس، انما كرسي لا هيخلص سنه اتنين تلاته ومتشكرين. انما انا بتاع الناس، مش مهم هتاخر شويه. اتباعت الاغاني في البومات بره. وبعدين طب لما حكيم غنى ايه اللي بيحصل ده؟ ما اتكلمتش ليه؟ انا ما اتكلمتش، اللي له الحق يتكلم المؤلف والملحن، المطرب ملوش الحق. حكيم يعرف ان الاغنيه دي بتاعتك؟ طبعا. طبعا. بس انا بالنسبه لي عادي، ما يشغلنيش، لان خلاص غنيتها، انا افكر اعمل جديد. سجلت ايه اللي بيحصل ده سنه كام؟ 91 او 92. وحكيم غناها سنه كام؟ لا، بعدها بشويتين كده. 98. حاجه زي كده. او 97 كمان. ما اتضايقتش؟ لا طبعا. لا طبعا. ازاي؟ لا، حكيم حبيبي، ولما يغني لي ما حاجه تساعده. على حكيم انا ما بتكلمش على غنوه يعني. عادي، ما انا مسجله، ما هي متسجله لي في فيلم. غير حكيم. ما هي متسجله لي في فيلم. فيلم ايه؟ استقاله ضابط شرطه. الشحات مبروك، احمد ادم نهله سلامه. ما متسجله لي في فيلم، خلاص ما تغنيش. طب والفيلم ده لما بيجي على التلفزيون المصري ما بتشوفش فيه الاغنيه دي ليه؟
مش عايزين يجيبوها، هم احرار بقى مش عاجبهم انا جايز. بس انا الحمد لله ليا جمهور قد الدنيا كلها في مصر وبره مصر، في الوطن العربي وفي اوروبا. استاذ حمدي صوتك فيه نبره تحدي غير عاديه، وخليني اقول نبره حزن شويه. امتى حسيت ان يعني امتى الاوقات فيها اللي بتحس ان انت اتظلمت؟ كنت هي مره بس سرعان ما فقت منها، سريع جدا. امتى المره دي؟ هقول لحضرتك. كنت انا كان في اتفاق عقد بيني وبين شيراتون القاهره، وكان في الاستاذ وليد توفيق، كنت انا وهو في البرنامج يعني بتاع الهامبرا في شيراتون القاهره، ولقيت ثلاث مناديب من النقابه جايبين جوابات من النقابه ممنوع اشتغل، ومعايا فرقه حربك. معايا فرقه كبيره جدا. فقال لي ممنوع تشتغل، بقى صعبان عليا نفسي ان الناس مستنياني عشان يسمعوني، وصعبان عليا الفرقه اللي معايا كلهم ناس صحاب بيوت وعندهم اولاد. ليه ممنوع تشتغل؟ ايه هو ممنوع اللي تشتغل عشان انت اللي غنيت الاساتوك؟ ما ينفعش عشان انت بتقول كلام عيب. هو من وجهه نظرهم عيب. يجوا بقى يا رب اللي عايش بس دلوقتي يسمع اللي بيتقال دلوقتي، مش حصل لي مسميات. خليه بس اللي بيتقال دلوقتي ده نقطه بعد معلين. كده معلين. طيب تمام. الوقت ده اللي انت حسيت فيه انك مظلوم؟ لا، لما حسيت ان انا جاوبت وانا طالع متكل على الله رايح شغلي وممنوع اشتغل في كل الاماكن اللي بغني فيها لغايه دلوقتي. السبب الوحيد لده ان النقابه كانت بتحاربك؟ لا، وقتها قصدي يعني. لا، ما خلاص بقى ده وقتها وخلصت والناس خلصوا معاها، فانا ما يشغلنيش ولا على فكره حتى في التوقيت ده ما شغلنيش، لانه كنت بشتغل ومصمم. بس زعلت؟ طبعا. ان لما الواحد لما يحس ان حد بيتبحه في يوم نجاحه في يوم مولده فاكيد تضايقني. وتغلبت على ده ازاي؟ بالله اولا وبعدين بالجهاد الاكبر، انصار الانسان على نفسه، اللي هو وقت التحديات يبقى قد الدنيا كلها، محدش يهزه من جواه، يبقى عنده اصرار. من سلسلة الحرب او الاحباطات اللي جات لك موضوع مسحوق الغسيل ده، عملت اغنية واد خلاصة واتعمل عليها اعلان في الثمانينات والتسعينات. تسعينات. مسحوق غسيل. وكان على نفس الاغنية وانت كنت بتغنيها صح؟ ايوه. انت كنت بتغني الاعلان ده. ايه المشكلة اللي حصلت في التلفزيون بسبب الاعلان ده؟ وليه قالوا ما تدخلش التلفزيون تاني؟ لا، مش ما تدخلش بس. ما تتذاعش، في حين ان انا معتمد في الوقت ده اذاعه وتلفزيون. الاغنيه ما تتذاعش ولا الاعلان؟ الاعلان. وكان في الشركه عامله حمله شهر عشان يذيعوا الدعايه بتاعت الاعلان. فليا صديقي الاستاذ محمد سامي المخرج قال لي انا في اعلان عايزك تعمله، فعملت الاعلان ونجح مع الناس. اتذاع تحديدا 10 ايام، وما كانش فيه بقى لا كم المحطات دي والقنوات دي، كانت الاولى والثانيه بس احنا فاكرين، والثالثه بتيجي تشاش كده. أيوة والله. أيوة ما كانتش متشافه قوي يعني. وكانوا بيذيعوا في الاولى 4 مرات في اليوم.